الباسبور اسيزيوهم وتحطها في لوتيل، لوتيل باينه حقه. طفله مسكينه تدي 100 درهم اللي كانوا يقولوا 400 دولار، 100 درهم 590 الف بدراهمنا، اها 590 الف هذه لو ماكسيموم اللي يكون طالع. تدي 590 الف، سمحوا لي حاشاكم على لا بيرسون، على بنادم وما عندهاش لو دغوا. شغل نتوما كتقولوا بكيفاش كيفاش تطلع وينحوا لها باسبور ويشدوها، ما عندهاش لو دغوا تدخل المخابرات ديري الميت اختي، دقيقة داخل برك الدار. اختي زعما العزيزة انا لا كنا تتهدري واسمها هذه يا ميدو. خلاص خلاص الله تفضلي صح. كملي كملي. انا ساكنه في دبي زعما، ونطلع واحده من شارنت بلادي نعرفها، نطلعها انا بالعاني. مهم تدخل عندي نحلها الباسبور ونبعثها، جور دير العفايس العيانين. تروح طفله تحب تدخل بيا المخابرات، ما عندهاش دروا تدخل، خاطر انا قادره ندير لها نيمبورت بروبليم، الدنيا تاع كاميرات. تدخل للدار عندي وتخرج نحصل فيها سرقتي، لو كان مخرجه ساكا في يدها اقسم بالله ماني نتمسخر. في دبي تقول برك سرقت ولا تقول برك رفدتي، ام الناس اللي عايشين يقولوا لك رفدتي يدها عطتني بكف، اقسم بالله غير تخلصها مال والله. تما كان يقول صح البنات مسوقرات، والله غير مسوقرات. تروح انا اقول لك تشوف واحد العفايس ما تامنش هي عقلك. بك كاينه هذه وحده الحكايه بدات خليها وحيده تهدر هي اختي، خليها تهدر خليها خليها تهدر تكمل. كملي ردود يا ماريا كاينه وحده وعليكم اسمها السلام مريم باسبورتك. حجوطيه بنت حجوط، مع اون اها فامي كومي حجوط، سون دي ريش حكاك، وتخدم هذه الخدمه، عايشه في الشارقه، خارجه كامل على دبي، شارقه نقيه صح، عايشة هذيك هي اللي في كانت الشارقة اوتيس دو وبلا لاغ يا كيلو اخي. في دبي. ما كانتش اوتيس دو لاغ اختي، هذه كانت ماغي الله الله، وعايشة مع راجلها وعندها دو غارسون. هربت راجلها كانت اون كونتاكت مع واحد اماراتي كي طلعها، صدق ماشي اماراتي، مصري، لعب بها ورماها، ما قدرش تعاود تهبط للجزائر باسكو دات واسمو سلفية من عند دولة، قاعدة عندهم ما يتخلص كل كل على كل نهار. نعرف واحدة ثانية ميرا ثاني راهي ثمة في دبي، قالوا لي هي شابة طويلة عندها كيتشي ايوان بلونك كحولة. بلوند اي وهنا كانت لبس بها خلاص في الجزائر، كانت لبس بها خلاص. مازالوا لاباس بيهم لا فامي بوشيرب، يهضروا من وسط راسهم في حجات، بصح هي خارجة هكذا. اي سبحان الله، كان نشوف واحد المرة كانت الكونت تاعها كان يبان، كان يبان وكانت توجور تبيبلي، من بعد سي بون سكرت ضربة واحدة راحت ولات متبانش كي طلعت لدبي. كاين ثاني واحد اخرى ملتي بازا، بنت الريستورون تاع لي دوفان تاع تي بازا، بنت شريفه لا ميم شوز، طلع البنات منا يخدموا في لي سبا. تما الحكايه، تما راس الخيط راه في الجزائر. راس الخيط كاع بنات الفيشه ماشي بنات الفقراء، مساكن بنات الفقراء والله ما عارفين واش طالعين يديروا. وحده تقولها فام دو ايوان مير، وحده تقولها تخدمي كاردوغي، وحده يتمسخروا بيهم. وهاد شوف دوك احنا نهضرها عفسه جوغ نورمالمون، ما نهضرهاش باسكو بروميت ما نهضرهاش، بصح والله غير هضرتها. هذاك البيرات اكبر كلب في الدنيا، اكبر واحد لعب بنات ما الناس هذاك تسميش هو. هكذا سينيال. سمح لي، ما كاشف بنادم لعب بالجزائريه تقدو على عيني. هو شوفي هو مع الاول قال لك خاطيني خاطيني، من بعد كي تزير كاين عندي بالهضره بروف عليك، انا رديت راهم، انا ولا رديت يقول راهم دبروي سانكم، ثم تخدموا بخياتكم انتم اللي تبعتوا لي خياتكم. كشغل بدا يفضح، كرموا لي تزير ولا يفضح. كملي لنا كملي لنا دقيقه عندي خليها تكمل. بروف عليك في واش دار لك واش دار لك بيني وبينه في الواتساب، عندي دي ميساج واش دار بيني لك؟ وبينه في الواتساب. انا اللي رديت دراهم الناس، هنا طفله محروقه يماها تخوازيام دوغري قاعده في لوبيتال، ما عندهاش باش دير لها لوبيراسيون، زين نطلعها للترك. عند كيما قالت لي هي عندي كابيتال 45 مليون، وتاع ماش تاع ذهب يماها بعتو، دالها دراهم قالها طلي اوكي لنا تشوف خويا. الجزائر. زين كملي كملي. ونصبنا ما مشي، يطلعوا الاماراتيين يطلعوا العراقيين يجوزوا بيهم اليامات ويحبطوا. بون انا هنقول لكم ميستوار هذه نورمالمون ما عندهم نهدرهاش بس. كيفاش يطلعوا البنات؟ اقسم بالله يطلعوا كامل العراقيين. كاينه واحده اخرى هذه انا ليش اقول المعروفه لكم مليح. خالتي، البنات داخلين في لي جروب، كاين شي بنات دخلوا في هذو لي جروب يعرفوا.